لقد كان عاما مليئا بالغرائب والعجائب، وتصدرت النساء ساحة الإعلام بمواقفهن المختلفة في كل أنحاء الوطن العربي، خصوصا على السوشيال ميديا. فواحدة تمردت على العادات والتقاليد السعودية، والأخرى عقدت صفقة مع إبليس، أما الثالثة فأنجبت من عالم آخر. نستعرض معا أغرب نساء ظهرن وقلن حديث الساعة في 2022. أثارت اللبنانية نانا خضرة الاستغراب والاستهجان عندما ظهرت مع الإعلام اللبناني نيشان وتحدثت عن تجربة غريبة مرت عليها عندما تحدت إحدى العرافين ورفضت تماما ما يقوله عما يسكن بيتها، ورفضت مقابلته واستهزأت به، فوصل الأمر إلى قلب حياتها رأسا على عقب، فقام بإبعادها عن زوجها وإبعاد أولادها عنها، وتسبب في إشعال منزلها وخسارتها لكل شيء، لتدخل في دوامة من اللجوء إلى المشعوذين، ووصل بها الأمر إلى مقابلة إبليس نفسه، وعقدت صفقة معه حسب قولها. لكن نانا في النهاية ابتعدت عن كل هذا، وقررت أن تتقرب إلى الله وتستعيد حياتها الضائعة، وتبتعد عن كل من حاولوا استغلالها ماديا ونفسيا، لتصبح قصتها واحدة من أغرب قصص النساء هذا العام. قصة نورة كانت أغرب ما سمعناه هذا العام. فهذه المرأة السعودية تمردت على كل العادات والتقاليد، وعاشت في كندا تاركة بلدها السعودية، وقامت بتحدي كل الأعراف، وبثت فيديو مثير عن أنها تعيش في كندا مع زوجها ومع صديقها الأجنبي، وتقضي يوما مع كل شخص منهم، وأنها تعتبرهم هما الاثنين أزواجها. وأثار ذلك حفيظة المجتمع السعودي، وتبرأ أهل نورة منها، وبررت نورة ذلك بأنها تريد تعويض كل ما فاتها في حياتها وما تعرضت له من قهر في عائلتها. وكان الأغرب كيف تقبل زوجها السعودي هذا الأمر. أما اللبنانية نادية فكانت قصتها من أغرب ما سمعنا، حيث ادعت نادية بعد ظهورها مع الإعلامي مالك مكتبي أنها تزوجت من رجل بشري وآخر من الجان المسلم يدعى يوسف، بل وأنها لديها صغيران منه، وقالت أنها مرت بكل أعراض الحمل والولادة، وأن يوسف تزوجها أثناء غياب زوجها الآدمي، وأنه يلبي لها كل احتياجاتها خصوصا المادية. صحيح لا أحد يراه سواها، لكنه تعتبره زوجا لها، لتصبح قصتها من أغرب ما سمعنا هذا العام. أما هذه المرأة الأردنية التي لم يهمها أحد، رصدتها عدسات الكاميرا وهي تضع دمية في المدافن في وسط النهار، غير آبهة أبدا بما يقوله الناس أو يعتبرونه أمرا محرما، بل وأنها حفرت بيدها بينما صورها العامة وأبلغوا الشرطة. وظل التساؤل لمن كانت تريد أن تؤذي بهذه الدمية، وكيف فعلت ذلك دون اكتراث بأنه أمر محرم. أما اليوتيوبر الجزائرية والتي كانت حديثة السوشيال ميديا، فبعد أن هاجرت إلى أستراليا لمدة 10 سنوات وتزوجت من شخص أجنبي، قررت هذا العام العودة إلى بلدها، لتتفاجأ باستقبال غير عادي وليس له مثيل في مطار الجزائر، حيث أغدقوها بالمجوهرات والملابس من كل مكان، مما لاقى استهجانا كبيرا لدى الجزائريين، فيما وصفها البعض بأنها حصلت على جهاز عروسة كامل. في نظرك من كانت منهم صاحبة الحكاية الأغرب هذا العام؟ شاركنا برأيك.